البحث عن المحاضن التربوية من أولى أولويات وواجبات الآباء والأمهات. أن تبحث عن بيئة صالحة لأن تغذي ابنك وابنتك بالمعارف والمعاني السامية. هكذا كانت تصنع العرب، كانت تبعث قريش بأبنائها إلى بادية بني سعد، كما صنعت أم النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعت به حينما عجزت عن رضاعته، دفعت به إلى بادية بني سعد. لماذا تصنع هذا قريش؟ وما الأجواء البيئية التي تختلف فيها البادية عن مكة المكرمة؟ مكة كانت مهبط للقبائل ومأوى للناس والقوافل، فتأتي لهجات كثيرة تختلف عن لهجة قريش، فخشيت قريش على أبنائها أن يختلف لسانهم وأن تضيع لغتهم، فتدفع بأبنائها إلى بادية بني سعد حتى تصون اللسان العربي، وهذا اللسان هو الذي نزل به القرآن، فالقرآن نزل على لسان قريش، فاقتضى قدراً من الله سبحانه وتعالى أن يكون من أولى أولويات عناية قريش بأبنائها أن تصون اللسان العربي، فدفعت بأبنائها إلى البادية، وهكذا دفعت أم النبي صلى الله عليه وسلم بابنها إلى بادية بني سعد. ثم في البادية يتعلم الشجاعة، يتعلم الصبر، يتعلم التحمل، يتعلم أمور كثيرة ما كان ليكسبها لو كان في مكة. وهذا هو السر في الدفع بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد عند حليمة السعدية التي كان لها شرف رضاعته والعناية به. فاح العبير إذا ذكرت محمدا، والنور أشرق والظلام تبدد، صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما طار طير في السماء وغرد.